السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة حكاية لذيذة. ليه؟ لأنها حكاية الكنافة. الكنافة الأكلة الرمضانية الجميلة اللذيذة. يلا نعرف حكاية الكنافة في كتب اللغة وكتب التاريخ. هتسألوني نبدأ بكتب اللغة ولا بكتب التاريخ؟ طبعا هتقولوا كتب التاريخ لأن الناس بتحب التاريخ وبتحب تحكي كتير وبتحب الحكايات والحواديت، ما عندهاش دماغ تسمع دروس لغوية. يلا نبدأ بحكاية الكنافة التاريخية. أصل الكنافة من بلاد الشام، وفي أكتر من روايتين وفي أكتر من رواية. الرواية الأولى بتقول إن أول من أكل الكنافة هو معاوية بن أبي سفيان، الحاكم والخليفة معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان. ورواية تانية بتقول أول من أكل الكنافة هو الخليفة سليمان بن عبد الملك. والروايتين بتقول إن الخليفة بيحس بالجوع في نهار رمضان، فهو عايز يقوي نفسه ومش عايز يحس بالجوع عشان يقدر يؤدي وظيفته على أكمل وجه. فالأطباء ينصحوه يقولوا له يا حاكم المسلمين كل هذه الأكلة وهي الكنافة. بس إيه اللي خلى الكنافة تبقى أكلة شعبية ومنتشرة في رمضان؟ الخلفاء الدولة الفاطمية، خلفاء الدولة الفاطمية هم اللي شجعوا الناس إن هم يصنعوا الكنافة ويعملوها في نهار رمضان وتبقى أكلة رمضانية مشهورة. خلصنا من الحكاية التاريخية للكنافة، يلا ندخل على حكاية الكنافة في كتب اللغة. يحكيها لنا عالم اللغة الكبير والمشهور ابن منظور، اللي توفي من أكتر من 700 سنة وله كتاب كبير جدا، قاموس في اللغة اسمه لسان العرب. بيقول لنا ابن منظور، وطبعا ابن منظور مش هيقول لنا، مش هيحكي لنا عن الكنافة، بس هو بيقول لنا ان المادة اللغوية اللي هي مادة كنفة، اللي منها جت تسمية الكنافة مادة كنفة، بيقول لك كنفة بمعنى الحفظ والحماية والرعاية. وبيذكر لنا حديث نبوي مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده رواه الصحابي الكبير والعظيم عمر بن الخطاب. يقول سيدنا عمر بن الخطاب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سبحان الله، ده كنف الله، يعني رعايته وحمايته، فهو بيحفظنا بيسترنا في الدنيا ويغفر لنا يوم القيامة. دي كانت حكاية الكنافة، الحكاية التاريخية والحكاية اللغوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.